شوفوا هذه اللقطة نتاع التصدي نتاع الحارس لطفي السعيدي، كرة مرفوعة من قبل نصف الميدان خرج بها المهاجم نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري راس. لطفي السعيدي هنا عرف وقتاش يخرج للكرة، محاولش باش يسبق المهاجم واستناه وقت المهاجم بعد تعطيه الكرة هو خرج ضربها. ثبتوا بالبال هنا، شوفوا كيفاش وقف في بلاصتو وقت شاف المهاجم بعد الكرة على ياسر هو خرج ضربها بساقه.